رأس البطاطا. زعتر. ماذا؟ يجب أن ننتقم من زاك. من هو زاك؟ أيها الغبي، زاك هو ذلك الشخص الذي دائما يهزمنا ويصور كل ما نفعله ويجعلنا أضحوكة. ما زلت لا أتذكر. ماذا يوجد داخل رأس البطاطا الذي تمتلكه؟ يوجد أنت عندما ترقصين مثل الهبلاء. يا أبو حيدر، أقرب يا أبو حيدر. أهن أهن يا رأسي، لماذا فعلتي ذلك؟ كنت أمزح فقط. ترى مرفوع ضغطي، لا أحد يكلم. وأنا آسف جدا جدا جدا، وحقك علينا عم كمالك رزمي وعلى دماغي وانت على راسك من فوق. مهلا، لقد تذكرت من هو زاك. يبدو أن ضربتي أعادت تشغيل رأسك. حسنا، ماذا سنفعل؟ فهو دائما يهزمنا. لدي خطة عبقرية، سوف نقوم باختطاف زاك ثم سوف نقوم بحذف قناته كلها حتى لا يضحك البشر مجددا علينا. هاي، كيف حالك يا غبي؟ اذهب الى امك يا رأس البطاطا. ولهذا جئت اليك. كيف تتجرى؟ يا ابو حيدر، اقرب يا فاتنا يا ابو حيدر. ها؟ لقد نفذت قوتي. اسمع يا زاك، أما أن تعطينا كلمة المرور وإلا سوف تودع حياتك. هل يوجد خيار ثالث؟ لا، أعطينا كلمة المرور وإلا. ماذا تريدون من هاتفي؟ لا شيء، نحن فقط نريد حذف قناة. اخرس يا عقل الفستق. آه يا الركب، آه يا المفاصل، آه يا الظهر الظهر الظهر. كل شيء إلى القناة. إذا قل وداعا. لا مهلا، سوف أعطيك الكلمة المرور الخاصة بحساب القناة الكن بشرط. لا تشرط. إذا مهما فعلتم ستبقى القناة ذكرى لي وأنا أهينكم. حسنا حسنا، ما هي شروطك؟ شرطي إن هو أني أريد تصوير آخر فيديو لي، فأريد منك أن تفتحي الكاميرا وتقرأي لي تعليقات أسئلة المتابعين لأجاوب عليها، فأنا وعدتهم بفيديو جديد بمناسبة وصولي إلى 10,000 مشترك. هم حسنا، لا كذلك، على الأقل سوف يرون آخر لحظات حية، أقصد سوف يرون كيف تفوقنا عليه. لكن تذكر بعد أن ننهي التصوير والنشر سوف تعطينا كلمة حساب قناتك. أوكي. التعليق الأول يقول: زاك، سؤال أنت، لماذا فيديوهاتك أسطورية؟ لأني أملك متابعين أساطير يستحقون هذا المحتوى. من هو الشخص الذي جعلك تقدم هذه القناة رائعة؟ في الواقع لا أحد، أنا من قمت بفتح القناة بنفسي. لكم عمرك، اسمك الحقيقي وش أكلتك المفضلة وش الهدف؟ هتحب أهل العراق تدعو لأخواننا المسلمين؟ عمري 19 سنة، اسمي الحقيقي زكريا، طعامي المفضل هو الشاورما. الهدف هو تحويل ألعاب الرعب إلى ألعاب مضحكة ونشر السعادة بين الناس، لكن بدون تجاوز شرع ديني. وبالتأكيد أحبك أهل العراق وتحياتي لهم والجميع الدول العربية الأخرى. وبالطبع أدعو لأخواننا دائما
وهاهي جيراني تظهر تعليقك. سوف تلعب جيراني يا مودني تمير أم لن تلعب؟ أنا أتحداك تختمها. أنا أقبل التحدي لكن هذا لو بقيت حيا. لماذا أنت لا تنشر إلا عن جيراني أو آيس كريم؟ لأني عندما نشرت غير جيراني لم تدعم الفيديو، ومع ذلك سأحاول التنوع إذا لم تحذف قناتي. تفكر تغير اسم قناتك بيوم شنوها، وأصعب جزء من جيراني مر عليك من متى فاتح قناتك؟ إذا خلصت جيراني هل رح تغير محتوى القناة؟ لا أعتقد أني سأغير اسم القناة. أصعب جزء لجيراني هو منزل جيراني الثاني. منذ عام 13 من أكتوبر 2022 لا أعتقد أني سوف أنتهي من جيراني، ولكن قد أجرب شخصيات مرعبة أخرى. من وين أنت؟ شو هي أفضل لاعب هون بالنسبة لك؟ وبس أتمنى أترد. أنا من الوطن العربي أفضل لعبتي بالنسبة ليست جيراني، أفضل لعبتي هي لعبة كاستلفيني حرميني لوفدسونينس ولعبة ريد أليرت 2، وهاهي جيراني قد قرأت تعليقك. كسؤالي هو ليش أنت أسطورة وهل راح تغير من محتوى جيراني مستقبلا؟ لأنك تتابعني أعتقد أني سوف أنوع في المحتوى في المستقبل إلى جانب جيراني. كم عمرك؟ كيف كانت بدايتك في اليوتيوب؟ صف كم؟ ما هي جنسيتك؟ كيف الدنيا معك؟ بدايتي في اليوتيوب كانت صعبة جدا، لقد كنت أملك 7 قنوات وكلهم ذهبوا سدا، وأول قناة لي في اليوتيوب لم تكن هذه القناة، لقد كانت قناة اسمها ضوء المعرفة، لكن للأسف ضاع حساب القناة. صف بكالوريا جنسيتي عربي مسلم زي الفل. عندي سؤال، ليش ما تطلع نفسك أو صوتك؟ أنا لا أملك كاميرا قوية، وأيضا إن ظهر صوتي قد يتغير المحتوى، أي لن يكون هناك تحش. سينزل جزء جديد من لعبة جيراني في الغالب؟ نعم. ما هو سر حبك لجيراني؟ المشاهدات. كيف كانت بدايتك باليوتيوب؟ لو تريدون فيديو كامل عن الأمر فضعوا لايك وأكتبوا لي في التعليقات. أنت واثق كثيرا أنك سوف تقوم بعمل فيديو؟ يبدو أنك نسيت أنه حان وقت حذف قناتك. لن أعطيك كلمة المرور. إذا سيكون هذا آخر يوم لك، سأفضل حياتي على القناة. أنتم ماذا تفعلون في بيتي؟ كيف حالك يا خالتي جيراني؟ لقد أشتقنا لك. أنا مؤمن إني بطيء. من هذا الشخص؟ إنه متابع لك أيضا، وهو الذي سوف يشارك في تحدي سباق جيران القادم. شكرا لكم يا رفاق، وأنتم لكل من يريد أن يكون في السباق القادم يجب أن يتحدث معي على الانستغرام ويرسل لي فيديو له وهو يهرب من جيراني 3 بأصعب مستوى، وهناك تعليق خير سجاوب عليه. ما هي أهدافك لسنة 2024؟ أهدافي كثيرة، سوف يكون في هذا العام سلاسل جديدة ومقاطع فيديو قوية، الوصول إلى 100,000 مشترك. نعم يا أصدقاء، نحن نستطيع بإذن الله، والفيديو القادم عن لعبة آيس كريم 8.